أنا اسمي أنتوانيت وأنا سورية عايشة في أمريكا. كان عندي مشاكل كبيرة بالبيريود، وجع مش طبيعي، كان دايما عندي تساؤلات ليش عندي هذا الوجع، وجع وألم مش طبيعي، ولا دكتور كان بيجاوبني على إنه ليه أنا عندي وجع طول فترة البيريود. من 4 شهور بقى عندي نزيف حاد. أنا عملت عملية في أمريكا، كانت عملية سيس على الليفت اوفري مع دكتورة مشهورة هناك. بعدها لما عملت الاي في اف قالوا لي الدكاترة انه هي عملت دامج بالاوفري. بعدين لما حصل نزيف معايا من 5 شهور قررت ان انا بما انه ما فيش اي دكتور اداني جواب، شفت 3 4 دكاترة ولا واحد اداني جواب على سبب ريزن النزيف اللي حصل، وكان نزيف حاد. قعدت في الامرجنسي 3 ايام. في نفس الشهر انا جيت لدكتور سيد، كنت اصلا بتابع دكتور سيد فقررت ان انا انزل مصر. مرحبا، انا اسمي ريتيا، انا صديقة أنتوانيت. كانت تحكي لي انه ولا حدا ما يقول لي شو هو السبب، ما حدا عم بيريحني، لكن بعدين قالت لي عارفة أنا بتابع دكتور اسمه سيد الأخرس، ده هو من جمهورية مصر، وأنا حاسة بقلبي ده هو حيقول لي الحل. يعني وات، شو أنت بأمريكا وبدك تروحي على مصر؟ كيف يعني؟ شو كيف بتفكري؟ فقالت لا، أنا واثقة إنه هو رح يجيب لي الحل. والحقيقة أنا بعتت لي الفيديوهات، فلما شفت الفيديوهات قلت لها يعني أنا شاعرة بداخلي إنه هيدا الإنسان هو أمين وعارف كويس هو بيعمل إيه، عارف كويس هو help people، يعني هو بيساعد الناس، بيساعد المرأة. لما جيت قابلت الدكتور سيد وفاجئت إنه هو لازم يعمل لي عملية، كان عندي فايبرويد، كان عندي الفايبرويد ده من زمان، بس فاجئت إنه بعد ما عملت IVF إنه كبر 6 سنتي ولازم يتشال. عملت العملية، كنت شوية متخوفة بسبب كأنه كان عندي أنيميا، بس دكتور سيد طمني. حقيقة أنا كنت عم دور على دكتور أمين. عملية كانت المفروض عشان عندي سيس على الرايت أوفري، بس لما دخل اكتشف أنه أنا عندي التصاقات دي اللي كانت مسببة الألم، وكان عندي فايبرويد كبير، 3 فايبرويد، واحد كبير واثنين صغيرين. بس لما الدكتور دخل شاف انه كان في واحد من الفايبرويد مستخبي تحت التوب وضاغط على التوب ومخلي التوب يورم. لما كنت في امريكا قالوا لي التوب ده لازم يتشال. فانا النهارده 5 يوم العمليه، حاسه ان انا خفيفه، مش حاسه باي الم. حتى الم العمليه بعد ما خرجت من العمليه كان اخف من الوجع بتاع البيريود بتاعتي. وانا عايزه انصح كل بنت لو عندك اي الم حتى لو الم بسيط حاولي تدوري على الدكتور الامين. الحقيقه فيني اقول له برفع له القبعه، يعني بحط القبعة وبرفع له إياها احتراماً للي عم يعمله دكتور سيد. وأنا هاي فرصة لإلي إنه أشهد وأحكي عنه بكل أماني، أنا عم بشهد أمام ربنا أولاً وأمام الناس ثانياً. فاللي عم بحكيه أنا عم بحكي حقيقة، وإذا ما أنك مصدقة تعي جربي حتلاقي في فرق. Thank you لألكم، شكراً لأنكم سمعتوني.